فالموضوع برضو مش سهل خالص يعني. فلا يعني عدت الحمد لله يعني، صعب، بس دوري بعد صعب تعب يا كابتن بعد يعني. تعب. هتكلم في تعب الدوري، ولكن خليه برضو تقول الو. انا عايزك انت اللي تتعرف على الناس مش انا. ايوه لا علي الو، صوتك. ايوه يا اميجو. مصطفى يا اميجو شوبير. مين؟ مصطفى شوبير. هو مصطفى شوبير بس هو اللي بيقول لك اميجو؟ اميجو. اميجو صديقي. اميجو ده السين بينا يا كابتن اسلام. سين ايه؟ السين بينا. اميجو دي اميجو ده صديقي اسباني صح؟ بالظبط كده. خلي بالك، ما انا اسباني شغال، فرنساوي شغال برضه. اخبارك ايه يا اميجو؟ كله زي الفل يا كابتن، انت عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله، انت عامل ايه؟ كله كويس؟ زي الفل الحمد لله. هاني بقى، والحركات اللي بتحصل بقى، حركات الشغل بينكم وبين بعض، ايه اللي بيحصل؟ لا، على حركات الشغل، في حركات الشغل كتير. قرابه مثلا في لعبه المونوبولي، مش عايز اتكلم عن التصور فيها كان عامل ازاي. في المونوبولي؟ في المونوبولي اساله كده على في المعسكرات ازاي، هو اللي هيقول لك. بيقطعك ولا ايه؟ كابتن عايز اقول لك يعني، بمناسبه المونوبولي، هو هي المفروض اللعبه اكتر واحد بيقعد للاخر يعني. بالظبط. هو ما فيش مره بيطلع اول واحد. لا والله العظيم وحش جدا. مين يعني هو اللي بيكسب على طول؟ لا بيخسر اول واحد، بيخسر على طول. اللي هو اللي بيكسب هو. بص انا يعني عايز اقول حاجه، هو على طول متعود، فاي حاجه بيركز فيها سواء لعبه او بتاعه ما بيحبش يخسر. شخص مخلص جدا في التمرين، بيأدي 100%، شخصيه محترمه جدا وشخصيه نظيفه جدا، مش موجوده في الكوره اليومين دول، مش موجود منهم كتير. ايوه، يمكن هو من اول الناس اللي عشان كده كنت فيه علاقه كويسه، من اول الناس، من اول ما طلعت الدرجه الاولى، اول واحد واقف جنبي، اول واحد يتكلم معايا وتاخد على الجو وما تخافش. في المعسكرات على طول هو اللي دايما بيقربني في الاجواء وبيدخلني معاه، بياخدني على طول اقعد معاه في الاوضه، يشوفني عايز اكل ايه، عايز اشرب، كل حاجه كان هو اللي بيعملها لي. هو بالنسبه لي طبعا اخويا الكبير، وليه فضل عليا طبعا في الدرجه الاولى، وفوق كل ده يعني زي ما بقول لك انا بحاول اطور مستواي في شغلي عشان اجيب، عشان ابقى مش طبيعي. طب يبقى تعالى لي يوم يا درش عشان اظبطك. خلي بالك، اصل الباكات رايت دول دماغهم عاليه قوي يعني، بيلعبوا بيلعبوا بدماغهم اكتر من اي حاجه تانية. طب مصطفى، خليني اروح لك شويه. بعض الاوقات تعرضت لانتقادات كثيره جدا جدا، كنت تتعامل ازاي انت كمصطفى بسبب اشياء خارج كره القدم؟ وانا ما بحبش اتكلم على حد بعينه، لكن بتتعامل ازاي مع الامور دي يا مصطفى؟ والله طبعا الانتقادات دايما كل يعني انا بحاول ما اركزش فيها على قد ما اقدر، بس الانتقادات في كره القدم ده شيء طبيعي. وبحترم طبعا وجهه نظر الناس، اللي بيقولوا اي كلام انا بحترم اي وجهه نظر، وكله يعني يقول عشان خاطر النادي الاهلي هتعمل ايه؟ لازم لسه لما تلعب وتثبت للناس ان انت غير الكلام ده. وزي ما بقول لك برضه في الاول وفي الاخر ارجع اقولها ثاني، وجهه نظر الناس دي الواحد يحترمها. يقولوا اللي يقولوه، وان شاء الله يعني نثبت الملعب هو الفيصل، كلامهم كله غلط. الملعب هو الفيصل. هاني مصطفى ايه يعني، عامل ايه في التمرين في النادي في لا انا يعني بصراحه انا عايز اتكلم عليها يا كابتن. هو مصطفى الناس يعني فعلا زي ما حضرتك قلت، جه وقت اتعرض لهجوم من غير ما الناس تشوف مصطفى ده ايه، ولا تشوف مصطفى ده بيعمل ايه. فانا والله يا كابتن مش عشان هو موجود مثلا معانا او كده، هو اقسم بالله مصطفى شوبير من احسن الاجوان اللي موجوده دلوقتي في النادي الاهلي. يعني جون عنده حاجات جديده. احنا بنلعب في الفرقه، حتى اللعيبه الكبار بيتكلموا لا ده شوبير النهارده كان جامد. شوبير بيتمرن كويس جدا، شوبير لازم ياخد فتره ان شاء الله ممكن يبقى موجود. جريء، عنده شخصيه، عنده شخصيه. هو لسه صغير، هو مواليد 99 شوبير، لكن هو عنده شخصيه وبيتمرن كويس جدا. وانا مثلا لما باجي بنلعب تقسيمه بقول له انا عايزك معايا. تختار. يعني ده فعلا يعني. لكن هو كابتن بمناسبه اللي خد التقسيمه دي، زي سيم اميجو كده، في سيم تاني قوله لي اللي بدع في التقسيمه، يوم ما يقولوش ايه بقى في التقسيمه مش سايبه تاني. ايه السين؟ هو يقوله بقى، قول هاني انت السين. لا خليه هو يقولك. لا قوله انت. مش عايز هو يقوله يا كابتن. طيب قوله، احنا هنقعد نتعازف. اتفضلوا. بقول له امسك على العقل كده وركز. اكيد مش بتقول له كده. بقول له والله. تقول له ايه؟ اكيد بتقول له كلمه. بقول له كلمه دي. هي دي؟ امسك عقلك شويه. امسك العقل كده. بس فانا يا كابتن يعني انا بتمنى له كل حاجه كويسه. هو محترم ومتربي جدا، وبيسمع كمان من الناس الصغيره اللي بيسمع يا كابتن. يعني لو في حاجه معينه مثلا النهارده كان وحش في حاجه، انا بقول له مثلا خلي بالك يا مصطفى في كذا كذا كذا. يعني بتمنى له طبعا كل خير،
ومش عايزه يركز في انتقاداته هو يشتغل وزي ما هو شغال هو بيعمل اللي عليه فعلا هو بصراحه واحمد طارق امام بصراحه جنين يعني انا شايفهم ان بعد كده في المستقبل دول هيبقى ليهم دور كبير جدا في الكوره ان شاء الله اشكرك جدا يا درش على وجودك معانا واشوفك على خير يا اميجو اميجو طيب خلينا ناخد بعض الاسئله اللي موجوده على تويتر برضو هاني اسئله كتيره جدا الحقيقه مستواك عالي ولاعب ده عالي فوزي بيقول مستواك عالي ولاعب محترم وخلوق بس لازم تربط مع تسمع خلي بالك وتسمع الكلام تربط مع حسين لان هو الوينج اللي قدامك لو عملت